أستاذ محي، في اعتقادك يعني إيه النصيحة اللي ممكن تقدمها لكل واحد فينا يعملها خلال فترة الحظر؟ بدل ما يغسل ايديه وهو بيغسل ايديه يغسل نفسه من جوه. طب حضرتك يا أستاذ محي، في الحظر بتعمل إيه؟ ما يعني اوعى تستدرجني، انا قلت جملة وخلاص. طب الناس اللي بتعاني من الملل يا أستاذ محي دلوقتي تقول لهم إيه؟ يضربوا نفسهم بالجزم لأنهم لا يستحقوا أن يعيشوا. اشمعنى؟ لأن ربنا مديهم رضا وقناعة. يعني يستثمروا الرضا والقناعة وخلاص. في وقت الابتلاء عليك أن تستثمر الرضا والقناعة. طب حضرتك متفائل يا أستاذ محي؟ يعني هل مثلا طول عمر متفائل. شايف إنه الأزمة دي ممكن تنتهي إمتى وفقا ربنا لتنبؤاتك؟ اللي يقول لنا ولا أنت. طب لو حد بيسمعك هي مش أزمة. اتفضل. لا، ده ابتلاء من عند ربنا علشان يطهر البشرية من ومن هل ربنا محتاج ان هو علشان خاطر يورينا عظمته انه يبتلينا ببلاء يقتل الناس؟ هو ربنا ما ادكش ابتلاء، انت اللي ابتليت ربنا. بمعنى انت اللي جبت القذارات، وانت اللي الحياة، وانت اللي كنت بتظلم، وانت اللي كنت حقير، وانت اللي كنت شرس، وانت اللي كنت قليل ادب. ربنا اداك اختيارات يا اخي، وقال لك الرحمه والتراحم، مش كده ولا ايه؟ انت دي حاجه تانيه.